أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم متابعة المباريات بأنواعها عبر التلفاز والقنوات الفضائية؟ ضياع، حكمه أنه ضياع، ضياع للوقت، ضياع للفائدة بدون أي فائدة تعود عليك. ماذا تستفيد؟ والله ما في فائدة، لا دين ولا دنيا، بل ربما يضرك، يسهرك أو يعطلك عن العمل والكسب، ما في فائدة أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. لكن أعدائنا يشغلوننا بشيء ما لنا فيه فائدة، هذا اللي يريد أعدائنا. نعم.